السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الجوهرة مسكاتي أو كرافت الفطار. اليوم هو أبس بتطيح مقطع الأسبوع هذا مقطع شوي مختلف، راح يكون مقطع أنبوكسن لمشترياتي من موقع نرسم. اللي صار الأيام السابقة أو طول رمضان كنت مزاجتكم وش أشتري من نرسم وش أشتري من نرسم، الموقع يطلع وجهي في كل مكان، حرفيا في كل مكان، ومن كثر ما يطلع لي تحمست إني أشتري أدوات، تحمست إني استخدمه بدل ما اشتري من امازون ادوات عمل يدويه القادمه. اللي صار ان وقتي مؤخرا صاير ما يسمح اني اشتغل او اقصص، او يعني صرت اكنسل اي مشروع في قص في رسم في الكثير من الخطوات. فقررت اني اسوي ثلاثه اشياء. الشيء الاول اشتري اداه قص ورق، الشيء الثاني اشتري أداة قص ورق ثانية، وشيء ثالث اني اشتري كاميو. الأداة قص الورق للأسف وانا اطلبها، تخيلوا انا اطلب يوم وصلت الدفع خلصت كذا، في احد شراها قبلي يعني فقدت حد شراها قبلي، فيعني نقول مبروك عليك اللي شريته قبلي. الشيء الثاني اللي شريته فيعني فاخذت هذول الشيئين. هذا أداة الحفلات اشتريتها بعد العيد مباشرة، اتوقع رابع او خامس ايام العيد، استغرقت اسبوعين على بال ما وصلتني البيت، وانا انسانة ما كنت شايلة هم ان ابغى يوصلني بسرعة، لاني من متابعتي لنرسم من اسابيع طويلة كنت عارفة ان تجيهم اوقات يجمعون الشحنات ويرسلونها مرة واحدة، اللي هي الاوقات الزحمة مثل رمضان مثل العيد وما شابه، فكنت يعني قال لنفسي متى ما وصل وصل، لكن وصل لي خلال اسبوعين. طريقة التغليف كانت جدا مبتكرة، يعني جدا استلست فيها، للأسف أنا فكيت العلبة واستخدمتها مثل ما تشوفون. فلما وصلني الجهاز هذا استلست فيه على طول، رحت اشتريت كاميو، كان عندهم تخفيض ب 1250 أو 1300 ناسية بالضبط، لكن كان سعر جيد مقارنة بأسعار جهاز كاميو السابقة. فاشتريته وصلني خلال 4 أيام أو 3 أيام، لأني أتذكر أني طلبت الجهاز سافرت الرياض ثمين وصل الجهاز الزلفي مباشرة، لدرجة انه تورطنا هل مستلمة في الرياض هل مستلمة في الزلفي، يعني صار شوي اكشن، لكن الحمد لله وصل بسلام. هذه قصتي مع موقع نرسم. طبعا جهاز الكامل وصلني كذا، يعني ما غلفوه بكرتون اضافي، شخصيا كنت افضل انهم يغلفونه بكرتون اضافي، لان ما ادري يعني اشياء تحدث، مثلا بشتري هدية لاختي فاهمين كيف، ووصل البيت اختي راح تشوفه، كل العائله راح تشوف الشحنه اللي جايتك، فودك انه يكون الامر مموق، لكن يعني ما في اي مشكله حقيقيه في هذا الموضوع، لذلك يعني الامر كان جيد. وصراحه يعني الهاندلنج حق بسم الله الشركه يعني تعاملها جدا جيد وسريع، ولا حسيت ولا في يعني اضرار في الكرتون، ولا في اثر ضربات ولا شيء، لذلك انا مرتاحه نفسيا ان باذن الله الجهاز راح يشتغل بشكل كامل. فهذا هم الجهازين اللي شريتهم، راح اوريكم في البدايه كيف نشتغل بجهاز الحفلات، بعدين نفتح كرتون الكاميو ونكتشفه مع بعض. ياي متحمسه. هذا الجهاز الاول، جهاز خاص للحفلات او اني اصلح الاوراق اللي تتعلق بالحفلات. طبعا الجهاز هذا يسوي لي 5 أو 6 اشياء، يسوي لي ليش انا فجأة انسى اسمعها، يسوي لي اكثر من شيء، يسوي لي القبعة، قبعة الحفلات الخاصة بالاطفال، نوعا من القبعة، يسوي لي حامل للكب كيك لو مثلا بسوي ثيم معين، يسوي لي هذيك اللي يطلع الاشياء برضو، وبرضو يسوي لي الكوز الايس كريم، اقدر اسوي ثيم الكوز الايس كريم، وبرضه ثيم الاكواب، اكواب بشكل عام يعني كل انواع الاكواب، وبرضه يسوي لي كوز ايس كريم، واقدر اسوي فيه شيء يمسك لي الحلاوه كتوزيعات او البطاطس او الفشار وما شابه ذلك، برضه يسوي لي كوز خدود البنات، وهذا هو، هذه الاشياء اللي اقدر اسويها. مع اني شخصيا ارى ان اقدر اسوي فيه مثلثات الحفلات برضه، فلأن أغلب أشياء دوائر فأقدر أقصها من النص وتصير لي مثلث الحفلات، فهذا هو الشيء اللي يسويه الجهاز، اسمه My Party Board اسم الجهاز،
ماي بارتي بورد أخذتها من شركة نيلسون 135 ريال سعودي إذا ذاكرتي ما خانتني. طبعا أنا جربتها وقمت أقصقص فيه لأني كنت يعني كشخص أول مرة بحياته يقصقص بأجهزة، فلعبت فيه لما شبعت. حالات هذا أنه يعني ممتع، والله ممتع. إذا مليت أدخل الورقة، أنا أفكك هذه الشفرة، هذا اللي يحفظ بالشفرة، تقدرين تثبتين الشفرة وتقص. يعني عندي ظرف، عندي دعوة، عندي رسالة أبي أكشخها، ما أبي الزوايا الطويلة، فأقدر أسويها كذا. شفتوا ركبت، تجيك ثلاث أشياء، هذا والوسط والطويل والكبير، هذا الدائري. ركبت الدائري هذا للقبل الأخير في الكور، بعدها أجيب أثبت الورقة تصير زاوية، ثمين أجيب تقصلي إياها تصير تروح الورقة. أقدر أسويها الزوايا الأربع كلها. يعني هذا مو من استخدامات البورد، لكن شخصيا يعني أنا أحب أقص أطراف الورق. طبعا هذولي الثلاث كل واحدة لها استخدام مختلف، تلقون استخدامها في الكتاب نفسه. الحبوب هذه تثبتها وتفككها. الآن وصلنا للحسم بالمتعة، راح أفك جهاز الكاميو، راح نكتشف مع بعض مكوناته، وبإذن الله في الشهور القادمة راح نتعلم عن الجهاز مع بعض. أنا جدا متحمسة للجهاز. طبعا الجهاز تخيلوا أعرفه من أول ما أصدره، أول ما نزلوه كلمتني هيفا قالت لي جوهرة لا يفوتك في جهاز رائع مختص بالقص ويقدر يعني يقلل وقتك تستخدمينه في العمل، لكن ما شريته لمدة 5 سنوات. ما يعني 5 سنوات اللي راحت كلها 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 ما تشجعت إني أشتريه، حتى نزل كاميو 3 اللي هو هذا. ميزة كاميو 3 إن شفرة القص هي تتحدد من نفسها العمق، فما أحتاج أنا أكتب الإعدادات كل مرة إذا بغيت أقص الورق أو أي خامة أقصها، فيعني حسيت إنه مرة وناسة، خاصة إني قررت أخذ كاميو مو بكريكت، لأن الكريكت برنامجهم يعتمد على الإنترنت، بينما كاميو أقدر أشتغل فيه أوفلاين. فأنا إنسانة دائما النت ينقطع، وغرفة الأعمال هذه ما يوصلها النت، فعلشان أشتغل يعني ما أقدر أشتغل في جهاز يتطلب إنترنت، وأنا إنسانة ما عندي نت في غرفة الأعمال ونتي خربوطي. فقلت لنفسي أوكي شكل لازم أشتري كاميو. حاليا فتحت الجهاز هذا، طلع لي الشاحن مركبين على شكل أوبس مثلث. وش بعد؟ السلك. أوكي أجزاء الشاحن في هذا الشيء المثلث. الآن في ورق. هذه المات الخاصة بالجهاز. بسم الله أركب فيها الورق أو القماش أو الخشب الخفيف أو الفلين حتى يقص لي الجهاز بالطريقة اللي أنا أبغاها. هلا عندي مسطرة 50 سنتي، هنشوف الطول. يب متر 60 سنتي طول الجهاز، فلزقين الفتحات كأي جهاز آخر. نفتح الفتحات. حتى هنا فيه يقول software upgrade user guide and free content. هذا أقدر موقع اللي لو أبغى أخذ منه طريقة التثبيت. أنا بأخذ الورقة لأني أكيد راح أحتاجها. شوفوا هنا، خلني أقرب. هنا ملازقين ورقة حتى أقدر أثبت البرنامج بجهازي وأحصل على باترونات مجانية واشتراك برضو في الموقع.
هنا أقدر أحفظ البليدز. شفت أنا حافظت، أنا شايفة 50,000,000,000 مقطع يوتيوب قبل ما أشتري الجهاز، فهنا أقدر أحتفظ بشفرة القص. وما جاء معي شفرة قص، ما شفت شفرة قص معه إلا هذه. هذه شفرة قص، شفرة قص وشيئين مربعين ما أدري وشو مثبت شيء يمسح. أوكي واضح إني لازم أشتري باقي الأجهزة أونلاين، لكن باقي الأدوات أونلاين. لكن هنا أقدر أخذ شفرة القص الموجودة عندي. هنا مكان اللي نحط فيه شفرة القص والقلم، صح؟ في لون أحمر ولون أزرق، ما أدري ليش الأحمر وليش الأزرق، لكن أتذكر إن شفت يقولون إن طريقة تثبيت الشفرة اختلف عن السابق. 0 5 10 ما أقدر أدورها، راح أحطها هنا. دورتها وقلت كينك وقالت كونك، فكذا ثبتت. هذا هي شفرة القص. هنا فيه أشياء دائرية، هل أيوة كذا أقدر أحركها. هذا الأزرق ما أدري إيش. في برضو هذا شكله كأنه هذا المكان أقدر أحفظ فيه فيه هذا المكان رف أقدر أحفظ فيه الأدوات، هذا اللي أعرفه. وهذا الشيء فيفترض فيه هنا شفرة، أنا أشوف شفرة، أتوقع هذا عشان أيوة هذا عشان أقدر أدورها. إذا قلت كذا يثبت لي هذا اللي يثبت الورق، أقول كذا حتى أفتحها وأدخل المات وأدخل الورق، بينما أقول كذا أرفعها على فوق وراح تثبت لي العجلة هذه. هنا في ورق في اللين، يعني أنا عارف إنهم حريصين بس مو بدرجة إنهم يحطوا لي ورق في اللين. هنا هذا السلك ما بين الكمبيوتر وجهاز الكاميو. هذه الشاشة، شاشة الكاميو، ما أدري هل هي لمس ولا لا، طلعتها من تحت. أفتح هنا، هنا البليد مفروض إنها عندي، مفروض إني شريتها، توقعت إنها تجي مع الجهاز صراحة. وش بعد هنا؟ هنا في شيء بس فاضي، هنا برضو فاضي. هنا مكتوب فيه هذا، فاللي هو صورة هذا الجهاز، فأقدر أحطها هنا فأصكة، وهنا برضو أصكة. إن شاء الله راح أشتري باقي أغراض الكاميو من الجهاز وأصكة في مكان مختبئ ثاني. لا بس هذه كل الأماكن المختبئة في جهاز كاميو. يعني لو أنا مثلا ما أبي هذا أبفكه، طيب لو أبفكه البيت رفعتها وأحطها في مكان الخاص بالحفظ. الآن حطيت البليد هنا أنا كنت أتوقع نفس الطابعة إني أشتغل والوجه مسكر، طلع لا العكس. إذا بغيت أشتغل كذا سكته للحماية، أفتحه حتى أقدر أشتغل. هنا أحفظ فيه الأشياء، هنا الأشياء الثانية الحفاظ عليها برضو لتمديد الورقة. وإذا خلصت من الشغل أصكها بهذه الطريقة. متحمسة جدا أدخله في كمبيوتري وأعرف البرنامج في الإيميل الرابط هذا. حاليا أي شخص حاب يعرف دروس على الكاميو تقدرون توصلون لقناة إيمان البركاتي، راح أحط رابطها في الوصف تحت وتشوفون صورة قناتها في الشاشة الآن. هي تشرح عن جهاز الكاميو، شرحت يعني ساعدتني كثير في إني أفهم أساسيات الجهاز. هذا هو حاليا الأنبوكسينج لمشترياتي من موقع نرسم. شكرا جزيلا لكل الأشخاص اللي اقترحوا لي أدوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.